بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتي. اللي أول مرة يشوف فيديوهاتي، أنا منى ثروت، مصممة اكسسوارات، بشكل السلك النحاس، وبدأنا من فترة فيديوهات تعليمية لتشكيل السلك النحاس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، عليه أفضل الصلاة والسلام. يا رب كلكم تكونوا بخير وفي أحسن حال. طبعا عملنا مع بعض الطقم الكامل ده قبل كده، كنا اشتغلناه من اللون الفضي، اشتغلنا عقد ادوار، وكمان بعديه اشتغلنا سلسلة طويلة ومعاها كف. طبعا انتوا عارفين انا بحب اشتغل الانسيال او سلسلة زي كده، بحب اعمل معاهم كمان خاتم. المفروض ان انا هعمله باللون الفضي، ففضلت ان انا اعمله طبعا بسلك الالومنيوم. طبعا اللي معايا ده سلك الومنيوم زي ما انتم شايفين كده، سلك الومنيوم ملي ونص، وكمان عندي باقي خامات هشتغل معاكم تصميم خاتم بسيط عشان اكمل الطقم بتاعي. ده سلك الالومنيوم الواحد ملي، ما ينفعش طبعا ان انا اشتغل بيه، ممكن لو نحاس كنت اشتغلت بيه، بصوا ضعيف 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 جدا، يعني ما اقدرش اعمل بيه حاجة. حتى كمية السلك دي مش عارفة هعمل بيها ايه. للناس اللي سألتني على سلك الالومنيوم، وطبعا لونه حلو ما بيصديش، لكن الخامة بتاعته غير النحاس خالص. لكن انا بعمل دايما بيه تصاميم بسيطة. النهاردة هنعمل بيه خاتم تصميم بسيط قوي وهنشتغله مع بعض، فخليكم معايا بعد الفاصل على طول، هجهز الادوات بتاعتي ونشوف ممكن نعمل تصميم ايه من سلك الالومنيوم ونعمل خاتم ان شاء الله مع بعض. اهلا بيكم معايا من جديد. المفروض ان احنا طبعا الادوات بتاعتنا العاديه اللي احنا بنشتغل دايما بيها مع نحاس او مع اي شغل من شغل الاكسسوارات، الزراديه الخشنه دايما بيبقى معايا اتنين، والزراديه المبرومه، عمود خواتم، القصافه. زي ما قلت لكم ان السلك الملي اللي هو السلك الالومنيوم عموما بيبقى مشكلته ان هو بعد ما بيكون لمعته حلوه كده، لما باجي الفه بيبتدي لونه، بصوا اللي يحصل ان اللمعه بتاعته بتروح، وما بقدرش اشتغل بالواحد ملي. فانا عندي جزء كده من السلك الالومنيوم الواحد ونص، هعمل خاتم بسيط على قد ما اقدر، مش عايزه اعمل فيه تشكيل كتير عشان زي ما قلت لكم بيتاثر. فهاخد مقاسي وابتدي اشوف ممكن اعمل تصميم معاكم يبقى شكله حلو وفي نفس الوقت يبقى تصميم ما فيهوش شغل كتير. هحتاج سلسلة عشان برضو يبقى الخاتم بتاعي ماشي مع الطقم اللي انا عاملاه، سلسلة صغيرة 4 سنتي، وهركب في الطرف بتاعها من نفس التفسيرة اللي انا اشتغلت بيها الطقمين اللي فاتوا او السلسلة والعقد بالشكل ده. هحتاج زردة، المسمار اللي انا اشتغلت بيه اللي هو المسمار ابو كورة اللي هو بكورة من تحت ده، وطبعا التفسيره اللي انا اشتغلت بيها الطقم كامل. شفتوا التفسيره عملت لنا شغل قد ايه، ولسه الكميه برضو تعتبر كبيره اهي. انا كنت دايما بجيبها بشتغل بيها الاشجار، شغل الاشجار اللي هي الديكوريه بيبقى الكميه بتاعتها حلوه قوي. اول حاجه هعملها هقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهبتدي اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هاخد بشويش كده، هبتدي اخد المقاس بتاعي. السلك اللي عندي هنا تقريبا 25 سنتي او 30 سنتي بالكتير. هاخد لفتين على عمود الخواتم بتاعي بالشكل ده. واحنا بنشتغل نخلي بالنا اللفة اللي احنا هنلفها ما ينفعش يعني نشتغل عليها باي شكل من الاشكال نغير في شكلها، فلما نلف اللفة يبقى هي اللفة مش هنرجع فيها تاني. هناخد جزء صغير كده وجزء طويل ونظبط مقاسنا. بصوا وهاجي هنا هعمل اللفة الصغيرة دي اللي احنا دايما بنلفها. بصوا وانتوا بتلفوا خلي بالكم ما تلفوش يعني ما تبقوش ايديكوا تقيلة على السلك. اظبط بس مقاسي مرة تانية.
ابتدي الجزء ده الصغير ده، الدايرة دي هي اللي هركب فيها السلسلة بتاعتي معايا كده. فهبتدي اظبط الخاتم بتاعي. طبعا السلسلة انا جهزتها، خلي طرف طويل كده وطرف قصير او الطرفين قد بعض براحتكم. عايزين تزودوا حجرين تاني او حجر كمان ماشي، او تفسيرة يعني. هاخد كده الجزء ده هركبه السلسلة يعني، هركبها في الخاتم في الجزء القصير او الصغير، اللفة الصغيرة هنا بالشكل ده كده. وبعد كده هبتدي اخد الجزء ده الفه دايرة صغيرة وادخله تحت الخاتم اهو. بعد ما اخدت الطرف القصير ركبت فيه السلسلة اللي هي فيها التفسيرة او الاحجار عموما، اي حجر عندنا. هبدأ بعد كده اخد الطرف الطويل من السلك وهلفه دواير بسيطة قوي زي السكرول على الخاتم نفسه. اهم حاجة بس نبقى ماسكين الخاتم كويس ومظبطين المقاس بتاعنا. زي ما انتم شايفين انا بشتغل على عمود الخواتم عشان يديني مقاس مظبوط وشغل كمان مظبوط، وهحاول على قد ما اقدر ما اشتغلش باي اداة او اي بنسة عشان ما اثرش على السلك زي ما قلت لكم. فكل اللي هعمله تصميم بسيط خالص، لفات سكرول بسيطة خالص حوالين بعض او بعد داير ما يدور بعض كده، وهي تقريبا قطعة السلك اللي معايا. هكمل باقي الخاتم لان انا عايزاه شكله كبير شوية. كده خلاص اخر جزء من السلك، هنهي الطرف بتاع السلك زي ما احنا متعودين تحت اللفة طبعا اللي انا فيها او تحت التشكيل، بحيث ان هو يبقى الطرف امن خالص، لا بيجرح ولا كمان شكله باين. كده هظبط بس السلسلة بتاعتي، هزود كام تفسيرة عشان يبقى ليهم لون مع الخاتم او ينطق لي الخاتم بتاعي شوية. هزود كام واحدة بس كده برضو بنفس الطريقة، هركبهم في السلسلة باستخدام المسمار مش اكتر زي ما انتم شايفين معايا. وبكده خلاص التصميم بتاعي يعتبر خلص زي ما انتم شايفين كده. اقدر البسه كطقم مع الطقم اللي هو السلسلة وكمان الكف، او كمان مع العقد اللي هو بالادوار الكتير، ينفع يتلبس هنا وينفع يتلبس هنا، هو هيبقى بين الاثنين او بين الطقمين زي ما انتم شايفين. يا رب يكون الخاتم عجبكم ويكون كمان الشغل بالالومنيوم قدرت اضيف فيه او ادي فكره للناس عنه او اللي بيسال على سلك الالومنيوم دايما زي ما انتم شايفين كده.
ما تنسونيش من دعواتكم، اتمنى لكم كل التوفيق، يا رب الفيديو ما يكونش طول ويكون مفيد بالنسبة لكم. متشكرة قوي ليكم، والسلام عليكم. يا رب اكون قدرت افيدكم، ولو عجبكم الفيديو ده يا ريت لايك وشير للفيديو واشتراك للقناة، وما تنسوش تفعلوا رمز الجرس عشان يوصلكم كل جديد.